ويجب علينا نحن أعني الآباء وكل من كان مسؤولا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يجب عليك أن تدقق على من يكون تحت يدك. انظر يا أخي في أجهزتهم، انظر في الصور المصورة فيها، ستجد في غالب الأحيان كما وقع ذلك مرارا عند قوم كثير، ستجد صورا لا ترضى أنت أن تبقى في هذا الجهاز، وربما سرق الجهاز وربما ضاع، ثم وجدت هذه الصور في كل مكان. ولا ينبغي للإنسان أن يتساهل بمثل ذلك، دقق في صورهم. لا ينبغي أيضا أن تمكن الأطفال من هذه البرامج، ليس له داع أن يكون طفل له حساب في انستغرام وحساب آخر في سناب شات وحساب ثالث في باث ورابع ربما في كيك وفي كيك وفي غيره من البرامج. ما الداعي؟ لماذا طفل في الابتدائية عنده هذه البرامج؟ وما الداعي أن كلما وضع الطعام صور ثم نشره هذا الطفل؟ ما الداعي؟ أشغله بشيء فيه خير، أشغله بحفظ قرآن، بحفظ سنة، بدراسته، يجعله يتفوق، املأ وقته لا تدعه فارغا. بل حتى أيها الإخوة الكرام، وجود هذه الأجهزة طوال الأسبوع مع الأطفال خطأ. والله اطلعت على بعض الإحصائيات قبل أيام، وإذا أول ما ينشغل به الأطفال، بدل ما كان الأطفال ينشغلون بالركض واللعب أو اللعب بالدراجة أو اللعب بأشياء تجعلهم يتحركون، وإذا الأطفال صارت الأجهزة اللوحية، الآيباد والآيفون وما شابهها وجالكسي وغيره، أصبحت هي في المركز الأول فيما ينشغل به الأطفال، وأصبح الطفل يفتح عينيه ثم يلتفت إلى الجهاز بجانبه أول ما يستيقظ من النوم، ويفتح ويبدأ يلعب لمدة ساعة وساعتين. ثم نقول بعد ذلك والله أطفالنا عندهم مشاكل في الشرايين، عندهم مشاكل في العضلات، عندهم مشاكل في الأعصاب، أطفالنا ظهرت عندهم السمنة. نعم، هذا الأسلوب في التعامل مع الطفل يفسده. فلو أنه حرم منه وقيل له لا تمكن من هذا الجهاز أصلا إلا أياما محددة، يومين في الأسبوع أو 4 ساعات في اليوم الفلاني، ثم كنت جازما وأخذتها طوال الأسبوع، وأصبح الطفل يعيش حياته الطبيعية، يسأل ويتكلم مع والديه ويتعاركون ويلعبون، حتى لا يكون كل واحد عنده نوع ربما من الرهاب الاجتماعي يعيشه في حياته. الأب مسؤول عن ذلك. أولا، لا داعي لبقاء البرامج في أجهزتهم، هذا أول شيء تفعله. تقول يا ابني ما الداعي يكون عندك إنستغرام وسناب شات وغيره؟ ما الداعي يا ولدي أن يكون عندك هذا وأنت لا تزال طفلا؟ لا ينبغي أن يكون عنده صفحة يملأها بصور إخوانه وصور ربما صور أمه وأباه دون أن يعلم، هذا أولا. الأمر الثاني، ألا تبقى هذه الأجهزة معهم طوال الأسبوع في متناول أيديهم. كن حازما أيها الأب في تربيتهم على مثل ذلك، دعهم يعيشوا حياتهم الطبيعية، دعهم يتحركوا، دعهم يعيشوا الطفولة التي يعيش عليها الأطفال عادة، لا تفسدها عليهم. املأ أوقاتهم أنت، حتى ما يقول الطفل أنا طفشان أنا مللت أعطني الجهاز، لا، املأ وقته، اجعله يذاكر دروسه، كلفه بأشياء يفعلها، أحضر له قصصا قل له اقرأها وألقها علينا، أعطه أشياء يكتبها بخطه وأعطه عليها مكافأة، اجعله يذهب إلى التحفيظ سواء كان طفلا أو كان طفلة، املأ أوقاتهم حتى يصبح فعلا منتجا ويتطور معه عقله، بدل ما يكون العقل محصورا في جهاز يكون بين يديه. مع مراقبتهم أيها الإخوة الكرام، لا تتخون أهلك، لكن راقب ما يقع في بيتك، راقب وانظر وتأمل. ربما فعلها أحيانا بعضهم لقلة خبرته أو صغر عقله أو قلة تجربته، انظر ودقق على ذلك، فكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته.